أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في دافوس ردا على سؤال بهذا الخصوص: قلت في الماضي وأكرر ذلك اليوم، لا أنوي إخلاء أي مستوطنة أو اقتلاع أي إسرائيلي، كما نقلت صحيفة معاريف في موقعها على الشبكة. في هذه الأثناء حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إسرائيل من أبعادها المحتملة فيما يتعلق النتيجة على اقتصادها نتيجة العزلة الدولية. كما حذر كيري السلطة الفلسطينية من أن جولة المحادثات الحالية قد تكون الأمل الأخير بالنسبة لها للتوصل إلى حل عن طريق المفاوضات في المستقبل المنظور. ميدانيا، اعتدى اليوم مستوطنون من مستوطنة كرمائيل المقامة على أراضي المواطنين بالضرب المبرح على مواطنين ورعاة ماشية في قرية أم الخير شرق يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن المستوطنين اعتدوا على المواطنين وماشيتهم تحت حماية قوات الاحتلال والشرطة وما تسمى بقوات الإدارة المدنية. منع رجال الأمن الفلسطيني مسيرة تضامنية مع مخيم اليرموك من الوصول إلى مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وذلك احتجاجا على تقاعس القيادة الفلسطينية إزاء ما يحدث في المخيم الفلسطيني بسوريا. كما رفع المشاركون في الاعتصام شعارات تطالب بإنهاء حصار المخيم وإدخال مواد الإغاثة بشكل فوري. اليوم من دوار الشهيد ياسر عرفات تنطلق مسيرة تمثل فلسطين التاريخية من نهرها لبحرها ومن ناقورتها لأم رشراشها، لتقول للعالم وعبر اعتصام أمام مقر ياسر عرفات أن فلسطين مع مخيم اليرموك تقف وراءه وعلى الخندق الأمامي لمواجهة أي عدوان على اليرموك، وتقول للعالم وتصرخ بعالي صوتها وبحجارتها وبمولوتوفها وبأعلامها وبشعاراتها أن اليرموك هو فلسطين. أكد مدير مديرية وزارة الحكم المحلي في جنين رائد مقبل أن الوزارة تتابع وستتابع بعد تقرير لوطن الأنباء مشكلة عدم إنجاز مشروع مبنى الشامل مكان مجمع مركبات جنين المركزي الحالي وعدم تطويره منذ 60 عاما من قبل بلدية جنين. كما شدد على ضرورة إنجاز مشروع مبنى المجمع كما في مدن رام الله ونابلس رغم محاولات البلدية لإيجاد حلول مؤقتة، لكن حل المشكلة لا يمكن أن تتم إلا بحل جذري فقط. نختم الموجز بهذا الخبر. قرر وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينمار لأول مرة تعيين متحدثة مسلمة باسم الوزارة، وتدعى سوسان شبلي وهي ألمانية فلسطينية كانت تعمل في إدارة ولاية برلين وعملت حتى الآن بقسم شؤون تفاعل حضارات تحت إشراف مسؤول الأمن الداخلي بمجلس ولاية برلين. كما أوردت وكالة دوتشي فيلي الألمانية أن شبلي لم تتلقى علوم الدبلوماسية التقليدية ولكنها درست العلوم السياسية وجمعت خبرات في مجال السياسة الخارجية من خلال مشاركتها في عمل فريق الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.net. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.